اسست اسست اضربها لي على جنب، اضربها لي ابن الحلال. يعطيك العافية. طيب اليوم جايب لكم روكيت ليج. من زمان ودي العب ذي اللعبه، يوم دخلت الستور لقيت اللعبه اصلا ببلاش كذا، ما ادري ليش حاطينها ببلاش، يمكن على مستخدمين الفايف ولا على كل الناس والله ما ادري. فحملتها والحين بجربها لاول مره، ترى ما جربت منها ولا شيء، حملتها على طول بديت تسجيل، يعني حتى ما لعبت اي جيم نتدرب. شوف يلا ها اوفر تايم، مش اوفر تايم، اتوقع هذا العرض اللي في البدايه. اقول لكم انا ما لعبت شيء منها. اوكي R2 هو اللي والله تعليم تونا في البدايه، اكس عشان ينط. حلو، يعني اللي يمشي R2. طيب نفس تحكم اي لعبه سيارات، دائره اللي هو هذا السرعه. حلو انه اعطاني تدريب يعني في البدايه عشان اعرف شو اسوي. طيب الحين اكس، اوكي اكس بعدين قدم ذا. يعني اصوب، يمديني اضربها في المرمى. حلو، يقول لك اختر سياره، ما ادري ودي اخذ سياره روكيت ليج الكلاسيكيه ذي، يعني شكلها حلو فهمتوا. هذا شكله مباراه، لا يا شيخ لا تقول لي ما اقدر اطلع، يعني لازم العب ذا المباراه. اوكي اخيرا طلعنا للقائمه، يلا بدور اللاين بلاي اون لاين. طيب يقول لك اتوقع هذه 3 ضد 3، 2 ضد 2، 4 ضد 4. اوه انا اقول 4 ضد، لا 3 ضد 3، 3 ضد 3 اتوقع انها ممتازه يعني. اوه لقى، اوف والله جيد، انا توقعت ترى اني بطول وانا القى خصوم، يعني في ناس يلعبون روكيت ليج لين الحين. اول جيم لي ترى في تاريخي في روكيت ليج، يعني اول مره العب روكيت ليج. اوكي ف خلونا نركز، حط البوس حطها في الجول. لا عاد مو بذا الدرجه. كره وين؟ احنا الفريق الازرق صح. الكره 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 الكره. اوكي والله مرتده صارت لي، بس وش فيها لفت سيارتي يا ابن الحلال، لا تصدمني يا غبي. اوه سجلت يا سجلت، كيف سجلت هنا ما ناظر، هذه باص عيون سجلت اول هدف لي باص عيون. ايش رايكم اول هدف؟ شوف كذا وانا كذا يعني لاف وراي سجلتها. هذا مهاره، انتم مش فهمكم انتم مهاراتي ذي معروف انا. الله الله لعبتي فيفا، فيفا روكيت ليج شو خفيفة، يعني قريبة من فيفا هي. شوف 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 تنط على اساس الكورة تشيل الكورة من تحت. ثاني هدف لنا، شوف الان تعطيها عرضية، شوف شوف تعطيها اللي هي هذه بعدين، فهمتني انت؟ انت فاهم؟ اوكي اوف 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 والله ما تاخذها. خوي ذا خوي، اصنع لي اصنع لي اجل الكرة. كرة وين؟ كرة هنا 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 هنا. لا والله كنت ابغى اضربها على الطاير. دقيقة ما يمديني اعدل الكاميرا اصير مركز على الكورة بس. اوكي والله ما تروح، والله ما تروح، يا سلام وقفت الكورة. يا عيال يا عيال وين الكورة؟ كان في كاميرا قبل شوي اللي كانت في التدريب، كنت مركز على الكورة بس. اوف 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 روح روح كفو، دفيتها تراني دفيتها عشان يسجل، اعطيته اسيست. شوف 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 وانا جاي من بعيد اعطيته دفة، ها شوف ساعدته في الهدف، يعني جيد. لا لا الاداء كويس شكلي اوه هذه هي اللعبة اللي أنا محترف فيها، اكتشفتها روكيت ليج. أوكي 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 هدف هدف هدف، هاتريك هاتريك في شوط. خلاص أنا الآن محترف روكيت ليج، فزنا عليهم ولا ما بعد فزنا؟ هاتريك أول ظهور هاتريك، يا سلام. هذه هذه السلك عرفتها، هذا هذا هو. أو حطني ورا، المفروض إني مدافع. طيب دقيقة دقيقة لازم أوقف ها، لأن احتمال تنشات علي. لا والله ما قدروا ما قدروا ما قدروا. شوف شوف ابى اصيد الكوره الحين، هدي ابى انتظر اللحظه المناسبه. شوف 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 ما عليك ما عليك، خطتي بتضبط، ما عليك ما عليك ما عليك. شوف ارجع الان ارجع اوكي الخطه الخطه ماشيه لين الحين، الخطه ماشيه. بعدت الكوره بعدت الكوره، لا اسيست اسيست بالله. اوه كنت بشوت الكوره بس شاتوني. كفو سجل سجل خوي، كنت بشوت الكورة بس ان المدافع عرف كيف يغطيني. طيب ما يمديني اعدل الكاميرا بالله، كاميرا كاميرا ما ادري، هذه كاميرا بعدت الكاميرا شوي يمكن تضبط يعني على اساس اشوف. ايوه ايوه لا لا دي يا عيال اصبروا لي شوي، اللي في الجيم اصبروا لي، ابغى احدد اني اناظر الكورة فهمتوا. والله اني ما ادري وش الاعداد اللي يخليني هذا الاعداد، لا اوكي للاسف ان ما اقدر اركز على الكورة. شوفوا فما ادري وين الكورة، مسجل هاتريك ركزوا، اني ما اشوف الكوره زين ومسجل هذا. بنلقم يا عيال، افا سجلوا ذولي، كنت اصلح الكاميرا والله، ولا ولا اني العب يا شيخ ما تسجلها. اوكي بوست على اعلى شيء، بحاول اكرر الحركه. شوف لا حرام والله ما يا ابن الحلال، دافع يا اخوي اخوي اللي راجع الدافع. اوكي بعدها غش يا عيال، والله ضربتها بالراس. صح صح هدف هدف
لا والله ابعدت يا عيال، جالس انتظر سكور ويطلع اي دي. ارجع 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 ارجع. ايوه وين وين جاي؟ وين جاي يا ابوي؟ وين جاي؟ على باله بيشوت. شفت كيف بعدت عنه؟ اسرق ام الكوره منك يا ابوي، والله ما تاخذها. تكفى، لا صدمني والله انها لحظه مناسبه يا عيال. الكره وين؟ لا الكره صارت هجمه مرتده. ارجع ارجع واضرب الكوره، اضرب الكوره والله ما تسجلها انت وياه، والله ما ت... يح. اوكي شفتوا خوينا سجل هدف عكسي، شوفوه هو اللي مسجل الازرق، يعني بفهم هي ناقصه. شوفوا الذكاء. اوكي حلو حلو حلو، عدل عدل الكاميرا، والله الكاميرا يا عيال اللي عارف ال... كيف اعدل الكاميرا بالله يكتب لي. ابغى اركز على الكوره، فهمت؟ شوفوا ما ابغى السهم ذا الخايس، ابغى اركز على الكوره انا. جول سوبر هاتريك، سوبر هاتريك 100 بوينت، اتوقع اني رجل المباراه. انا اعلن التحدي بروكت ليج، اتحدى احد يهزمني. اوه والله كانت جيده جيده. كمل كمل يا انا كمل. وين رايح انا؟ وين رايح؟ هدي هدي، اعدل الكاميرا المخيسه دي. ارجع 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 للدفاع، ارجع للدفاع. حلو ابعدها، حلو هدي الكره. انا ما ادري وينها والله. اوه اوه بنسجل بنسجل جول. لا دقه تسديد صفر. اوكي ارجع ارجع. تكفى يخرب بيته يا عيال، خلصها والله. ركت ليك حماس، انا ويني عند اللعبه من زمان؟ انا المفروض العبها من سنين، المفروض العبها من ايام الفور انا. الله الهدف السابع، هدف عكسي بعد. كم سجلت انا؟ 4 اهداف بس ما قدمت اسيست، واللي تحتي سجل 3 اهداف. بالنسبه للخوينا الثالث فهو يعني ما الامه فايده في الفريق، نيته انه يفوزنا ان شاء الله. الكره وينها؟ الكره خطيره، نرجع ندافع افضل. 30 ثانية، 30 ثانية. هدف سوبر هاتريك، لا تقولي سوبر هاتريك نفسي، والله جلدناهم. سوبر هاتريك سوبر هاتريك، كفو انا وخويي سوبرين هاتريك في جيم. خطفتها خطفتها، جول رجل المباراة. معليش خويي خطفت منك رجل المباراة، معليش. شوفوا شوفوا الهدف حقي، شوف 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 من بينهم اضرب الهدف. روكيت ليج لعبة اسطورية، اسحب بلا فوت تشامبيونز بلا مرض، ولا هي شوطين بلو وينرز. فزنا، انا رجل المباراة، 10 لمسات، لا 10 اول لمسة. فهمتك، بس والله جيدة. شوف الهدف هذا. على ورا احنا الفايزين. شوفوا انا جبت 645 نقطة، 5 اهداف، خوينا قام يعطي اسيست، رجل المباراة انا. والله يبيلها جيم ثاني ممتع الصراحة. دقيقة، اوه لا يا ليتني جيت، والله اني تأخرت، ما توقعت انها بتجي زي كذا. تسلك واجد في روكيت ليج يا يعني، انا خايف على مرمانا الصراحه، خايف على مرمانا، ودي اصيدهم. شفتوا كيف يخرب بيته؟ والله كنت راجع ورا عاد انا مره. طيب شوفوا الخطه، حدي نص الملعب، حدي هنا. العب العب، لا يا عيال ليش انا في ذا المباراه افوتها، افوتها كذا بثانيه؟ يخرب بيت القهر والله، بثانية لو اني متقدم ثانية في لقطتين كان الحين مسجل هدفين. هنا تأخرت المرة الثالثة، أتأخر ثواني بس عن الهدف. خويي كأنك خربتها علي، يعني أنا كنت قدام مرمى الله يهديك. خويي وش فيه؟ ها أوح ما جبت ولا 4 نقاط بس السكور حقي، حتى ما قدمت مباراة كويسة، وش فيه؟ لا لا لازم الحين أركز، هذا الجيم هو جيمي، نفس الجيم اللي قبل. لا تصدمني يا بني ادم، هذا هذا بشوت، هذا اللي معنا. لا بنلقم. اوكي الحمد لله طلعت انا، وش اللي داخل جوا المرمى؟ بس كويس كويس طلع اسيست. اوكي ثورنت ثور، زي كذا تلعب الكوره، زي كذا زي كذا. ميسي 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 تقدم، ميسي اسيست، جول الليو. هذا هدف ميسي على ختافي على جنب، عرفتوا؟ من تبغون هدف؟ تبغون كريستيانو على اليوفي؟ اوكي شوف فهمتوا؟ جول. يخرب بيته وين طلع هذا مالديني ذا؟ راجع يدافع. الهدف عليه 120 تقريبا. اوكي اصبعي يبغى ينكسر قبل شوي يا شباب، بعدها ما عاد في مقاطع في رمضان. ميسي ثاني اوه خطفها. اسيست اسيست، اضربها لي على جنب، اضربها لي ابن الحلال. يعطيك العافيه، كفو سجلته. خويي فهمني، روكيت ليج لعبة السنة، طبعا هي نازلة من 5 سنوات بس انا توني اكتشفها انها لعبة رهيبة. كفو سجلتها، شوف غصب دخلت الكورة، اهم شيء انه مو بالخصم يعني. حلو حلو الازرق، روح
كانت اسيست يا اخي شتها على المرمى. دقيقه باقي باقي دقيقه والله ودي ادافع يا عيال، ايش رايكم؟ يعني انا على نقاط ووضعي تمام، واضح اني رجل حرام عليك. لا 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 بتقدم بتقدم بتقدم، هذه 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 يا عيال هذه ينفع تلعب تلعب ومايك مع اخوياك عشان تقولهم بالله يا عيال اتركوا لي الكوره شيء، ما ينفع كذا. يلا هاخذ لك، شكلنا بنلقى اخر 10 ثواني بيجحفلونا. اوف وش بوم، وش انفجر بني ادم. نفوز بثاني جيم، نفوز بثاني جيم شكله. وان خلاص انتهى الجيم، انتهى الجيم بلو. ثاني مباراة، ثاني رجل مباراة بعد. صراحة متعة روكيت ليج، والله مرة متعة. هاي عيال تبغوني ألعب معكم ادفعوا فلوس، عاد خلاص انتهى الجيم. لو تبغون أكمل زيادة في روكيت ليج اكتبوا لي تحت في الكومنت، ونسويها سلسلة في رمضان، ولو نلعب يعني مع بعض المشتركين في رمضان ما أدري يمكن أسويها يعني. بس صراحة روكيت ليج عجبتني والله جيدة. لا تنسون رابط متجر لانا موجود تحت بالدسكربشن. فبس هذا اللي كان عندي، انتصلك والاشتراك ومع السلامة.